الموضوع اللي اتكلمنا فيه في بدايه الحلقه واحنا بنقدم، وكان راي اسمى انه الرجاله اكيد هيبقوا تماما موافقين، وانه السيدات هم المعترضات. اعتقد المساله بتقاس راجل وست، بتقاس بظروف مجتمع، ظروف ثقافه، احيانا حتى لو ظروف المجتمع وظروف الثقافيه واحده بتبقى حالات فردية نسبية أو نسبية. الحكم بيبقى نسبي على حسب طبيعة الحياة. أكتر اتنين يقدروا يحكموا على هذا الموقف هما الاتنين فعلا في الموقف، اللي في الموقف نفسه. أنا ليش أكدت عليها أنه ممكن تكون فعلا الرغبة الأولى بتنطلق من الزوج، لأنه الزوجة بطبيعة حالها مش هتقبل لا شريك لا في الحياة ولا شريك خارج الحياة، لكن الزوج عنده أربع خانات في القلب وممكن يسكن فيها أربعة، ما فيش مشكلة، مش الزوجة الثانية بس، نتكلم على أنه الزوجة الثانية واحدة من أعقد مسائل التي تثير الجدل. أعتقد أنه موضوع أثار جدل لا ينتهي، كالجدل الذي يثور داخل مئات بل يمكن آلاف البيوت يوميا. وفي طبعا يعني ساعات كده كتير بيبقى نوع من أنواع التهديد، أن الراجل دايما حاطط السيف ده مسلط على رقبة الزوجة، أنه يعني بما أن في رخصة لده يبقى دايما. والست احيانا كمان بتشتغل بنفس الاليه، بتحس ان هي ايه طول الوقت شاغلها فكره انه لحسن يروح لغيري، لحسن يتجوز عليا، دايما محط اهتمامها، دايما محط اهتمامها، صح. فلو هو حتى مش واخد بالها هي بتخليها ياخد ممكن احيانا هي اللي فعلا تثير الرغبه دي جواه، اما باهماله او بان هي تحوط عليه زياده عن اللزوم. احيانا بيبقى في اسباب بجد ممكن تدعو الرجل لده حتى لو كان هو بطبيعته مش ميال للتعدديه. خلينا نحاول ان احنا نفرز الكثير من الاسئله والكثير من الاسباب او العوامل اللي ممكن تدعو الرجل الى ان يلجا لي فكره الزواج الثاني، وايه اللي بيخلي الست ممكن تقبل او ترفض لدرجه ممكن تصل احيانا الى الطلاق والعياذ بالله. خلينا نشوف، ولكن يعني في البدايه في تقرير نتابعه. رغم ان قضيه تعدد الزوجات تعد احد اكثر المواضيع طرحا في الساحه الاعلاميه والاجتماعيه، الا انها في نفس الوقت لم تحظى بدراسه واضحه تبين حقيقه ابعادها ومدى انتشارها في المجتمع. ولكن مؤخرا قدم جهاز قطر للاحصاء احصائيه حديثه تهدف الى فحص الاسباب والاثار الاجتماعيه والاسريه المترتبه على ظاهره تعدد الزوجات، والتي اثبتت بالدراسه أنها في تراجع ملحوظ، حيث بلغت حالات زواج المتزوجين بأخرى 4% بعد أن كانت تمثل 6.6%، الأمر الذي يمثل تراجعا كبيرا في التعدد الذي عرف به المجتمع العربي وخاصة الخليجي. وذكرت الدراسة أن أهم سبب في هذا التراجع هو أن السيدة تفضل الطلاق إذا رغب زوجها في الزواج بأخرى، كما أنه أصبح من حقها الاشتراط على الزوج بعدم زواجه بأخرى قبل الزواج، وألا تكون زوجة ثانية في حياة زوجها. تلك الدراسة التي تأتي في مقابلها دراسة أخرى توصل لها عدد من الباحثين في جامعة شيفيلد البريطانية بعد اكتشافهم فوائد تعدد الزوجات من خلال دراسة قاموا بها تحت رعاية منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات. واتضح لهم أن عمر الزوج الذي يقترن بأخرى يزداد أكثر بنسبة 12%. وأشارت الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة نيو ساينتست إلى أن الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل في مرحلة الكهولة ويعيش لفترة أطول. قضية مثيرة للجدل، شفنا طبعا الصور اللي في التقارير وسمعنا أصوات أكثر في الكنترول اللي مأيد واللي ما أنا عايز اثنتين، لا شفتوا هارون الرشيد وحول الأربعة ما شاء الله وتعبان، ربنا يعينهم والله. صباح الخير والعافية. صباح النور. أستاذة هبة شلبي أخصائية الصحة النفسية، في البداية يعني يمكن ممكن في أسئلة كثيرة تتسأل في الموضوع، لكن أنا عايز أسأل بشكل شخصي، أنت مع ولا ضد التعددية في الزواج؟ هو أنا مع التعددية، شايفة أن هو شيء عادل يعني للمرأة على السواء الأولى أو الثانية، وأنا شايفة بشكل شخصي أن في تجني على الراجل في المجتمع العربي كله. بغض النظر عن موضوع التعددية، خلاص المرأة بتمتلك قدرة من الحرية، بقى عندها الكنترول كله، عايز اقول لك بيصفق لك كل الرجال ما شاء الله عليهم يعني. تفضلي. بس دي حقيقه، يعني النهارده بقى في قانون الخلع، هي وقت ما هي تبقى مش عايزه
بتخلع الزوج عادي جدا. يعني يعني فكرتك انه تدي فرصه وتشوف الحياه هتبقى عامله ازاي، عجبها الوضع وحست انه ده في صالح الاسره الاولى اللي هي يعني كانت طبعا هنا عن الزوجه الاولى، في صالح اسرتها انه مثلا اهتمامه بيها ممكن يكون يزداد علشان يعوضها جزء من ذهابه الى اخرى، انه ممكن يعني نفسيا يكون اكثر اتزانا. فاذا ما لقتش ده، ما لقتش انه في ثمار للزيجه الثانيه، ثمار ايجابيه انها ممكن من حقها بقى بعد كده ترجع للبيت. بصي الموضوع بتاع التعدديه ده موضوع كبير جدا. اولا تاريخ التعدديه على المستوى تاريخ البشريه بادئ من الجيل الثامن لابناء سيدنا ادم واستمر لحد قبل 100 سنه من النهارده. يعني قبل 100 سنه من النهارده كان العادي جدا ان الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه وتبقى اسره كامله ويعيشوا بشكل تكاملي متفاهمين ومفيش مشاكل. انا جايه من مجتمع في نفس القضيه حقيقي. يعني انه مثلا يكون عمي متزوج ثنتين وثلاث، جدي متزوج اربع ومخليهم في نفس البيت. ايه اللي حصل بقى؟ ما فيش مشاكل، بالعكس اقول لك، لانه يمكن المجتمع بطبيعته في هذه الغريزه ان الرجل لا يكتفي بمراه واحده، مش من باب المتعه ولا من باب اكثار الاولاد ومن باب المساعده في الزراعه في 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 لاني بطبيعه الحال الاراضي اللي بتكون زراعيه بتحتاج الى اكثر من يد عامله. لكن مع وقتنا المعاصر والشكل المعاصر اللي احنا فيه اصبحت الان اما حرب وإما تنافس وإما صراع. بصي لو سبتيني أكملك، قبل 100 سنة من النهاردة كانت التعددية مسارها الطبيعي والمجتمعات متقبلها، كل المجتمعات العربية بتعيشها بشكل سوي جدا. اللي حصل إن المرأة نالت من الحرية ومن الاستقلال المادي والاجتماعي والفكري اللي خلاها تشوف إنها من حقها تفرض بعض الشروط بعض الشروط والقواعد على الحياة الاجتماعية اللي هي بتعيشها، اللي هي حياة الأسرة اللي هي الزوج والزوجة والأبناء. وده خلاها تشوف إن هي أنا النهاردة بشتغل، أنا النهاردة ليا وظيفة اجتماعية، أنا بنفسه في كل حاجة، فمش من حقه يجيب لي منافس جديد. تمام، هذه على رأسي وعلى عيني وأيدها بدل الألف مليون. لكن لما تكون على الوجه الآخر، امرأة لا تعمل، يدوب على تربية الأولاد، مطفشة ومطلعة روحها، ضروري يتزوج عليها وبتقبل. تمام، وبتقبل، خدي بالك، مش في كل الاوقات، بالعكس عندها اعتزاز بنفسها اكثر من المثقفه والمتعلمه واللي عندها شهاده في المجتمع العربي. ويعني هنقول كل المجتمعات العربيه، مش هخص بالذكر حاجه معينه، في المجتمعات العربيه المستويات الاقل من المتوسطه اللي نقدر نقول العماله الارياف تعدديا بتمارس فيها حتى يومنا بشكل طبيعي جدا، وبيبقى الاقتصاد كمان خدي بالك الجانب الاقتصادي ضعيف لا ضعيف، يعني بتلاقي مثلا في الارياف على بيتين في الأرياف الراجل عامل هو يوميته يوم بيوم، ومع ذلك عنده زوجة وعنده اثنين والاثنين عايشين في بيت واحد وبيشاركوا نفس الدخل الاقتصادي الضعيف. لا أنا عايزة أقول لك إن المرأة العربية اللي واخدة قدر من الحرية وقدر من الاستقلالية والشخصية الاقتصادية الخاصة بيها هي أكثر تعصبا لفكرة التعددية، وده حقها لأنها بتمتلك معطيات. طب خلينا نعكس الصورة، نظرة الرجل ليها، إن اللي اشتغلت وراحت وجت ممكن يكون وقتها مش قادرة تدي وقتها كله لبيتها، وبالتالي لازم تسمح له إن هو يعني بقية احتياجاته يبقى في بيت تاني. ما هو أنا برضو مقصرة، أنا مش طول الوقت، أنا مش تحت رجلي طول الوقت. أنت متفهمة جدا، ده أنت جميلة. لا يعني أنا بتكلم إنه ما دي وجهة النظر، ما هو ممكن بالعكس المرأة العاملة تحس إنه أولا أحسن لها بدل ما يقعد طول الوقت يعني يحاسبها على خروجها كتير. الراجل أصلا بطبيعته محب للاستقرار مع ست واحدة، بس الست الواحدة دي تكون متكاملة ببساطة كده. ومش من الجملة دي؟ متأكدة جدا. أنا عملت بطبيعته ميال لامرأة واحدة، كانت نتيجته ان الرجاله عندها رغبه في الاستقرار مع زوجه واحده اكتر من انها تعدد. بس انا دلوقتي لو بس زوجه باربعه، يعني لازم تكون بتلعب الاربع ادوار. ده ما فيش خلاف عليه، لازم تكون زوجه بتلعب الاربع ادوار، وبقولها بمنتهى الصراحه، ومش اي ست تعرف تلعب الاربع ادوار. انا عامله كتاب اسمه عداله التعدديه الزوجيه، حاطه فيه مجموعه قصص واقعيه جدا حياتيه جدا. مشاكل الازواج فيها بسيطه جدا، يعني واحد مشكلته الاحتواء يجي يحكي لمراته على حاجه
يتفاجئ انها بتقف عند التفاهات وتعمل عليها مشكلة. طب انا هحكي لمين؟ صح. راح اتعرف على واحدة ابتدى يحكي معاها، ابتدت تحتويه اكتر، طب خلاص حبها عايز يتجوزها، هتقولي له ايه يعني؟ صح. موقف زي ده هتقولي له ايه؟ في حين مش مقصره في حاجه، ست جميله وشيك واخده بالها من نفسها. احيانا كمان الراجل بيبقى عايز واحده يخلف منها علشان هو عايز عزوه، بس في نفس الوقت رافض ان هي تنشغل عنه بالاولاد، فيفكر في واحده ثانيه ما يخلفش منها، وتبقى سوري يعني تبقى لمتعته لمزاجه. بصي، انه عايز بس عشان تبقى متفرغه له، واحده للاحتواء وواحده للتعليم وواحده ده كده كتير قوي. بصي هقول لك على حاجه برضو، في نقطه مهمه جدا، ان الاعلام سوق شكل الزوجه الثانيه، خلاه شكل مبتذل جدا ما بين الشهوه وما بين الاغواء وما بين كل ده، مش حقيقي. انها الزوجه الثانيه رجال، صح، خربت بيوت كل الزوجه الثانيه ست ضعيفه محتاجه راجل، قبلت تكون نص مع نص راجل، قبل ده، وده ليه تمن، ده تنازل. صح. هي برضو ست وليها كبرياء وليها كرامة، وممكن تكون ست أفضل من الأولانية. ما هي المصيبة لما تكون الزوجة الثانية أفضل من الزوجة الأولى، وده في الغالب في الغالب بيكون كده. شخصية مستقلة ماديا، على قدر من الجمال، على قدر من الثقافة، منطلقة منفتحة متحررة باحتفاظها بكينونة بيتها وزوجها وشكلها العائلي، وتقبل تكون مع نصف راجل. طب انت ما كنتيش بالذكاء ليا زوجة أولى انك تحافظي على الزوج الكامل؟ انا عاملة باب كامل بيتكلم عن طرق الجواز الغلط اصلا في المجتمع. بعدين حضرتك اغفلت جانب مهم جدا، انه اغلب السيدات اللي بترفض فكرة الزوجة الثانية انها تكون عشان تحررت وعملت وحست بذاتها، اغفلت جانب عاطفي، ان هي ممكن تكون هتغير عليه. ما هي يعني الكلام ده ممكن انا استوعبه لو الست فعلا ممكن تسيب جوزها يتجوز مره ثانيه لما تكون كرهته. طب انا هسألك سؤال، لكن بتحبه صعب. انا هسألك سؤال، عندك اكيد قلم روج جبتيه وخلص واحتفظتي بيه ما رميتيهوش، او عقد موديله قدم ومع ذلك لا اديتيه لحد ولا رميتيه. حب الامتلاك في الست غريزة فطرية ما بتعرفش تتنازل، يعني إذا كان الزوج ده ملكية خاصة فهي غير قابلة إنها تقسمه مع حد أو تديه لحد، دي فطرة. أنا مثلتها لك بحاجة بسيطة، قلم روج I'm sure إن أنت عندك حاجة قديمة جدا وعتيقة جدا وما بتستخدميهاش، وأنت محتفظة بيها بجنون، لو حد جه يمتها ممكن تقلبي الدنيا. في حين إن الراجل مش كده، الراجل غيرته عليكي غير الكرامة، وده المفهوم الخاطئ، ان الراجل غيرته غير امتلاك، لا غيرة كرامة، انت تخصيه تخصيه من كرامته، مش عايز حد يجرح بكلمة او يشوفه بنظرة مش حلوة. بالظبط كده. لكن انت غيرتك عليه ده بتاعي انا، ومفيش حب خالص في الموضوع. لا انا ما قلتش مفيش حب، لا انا ما قلتش مفيش حب، طبعا اكيد الزوجة الاولانية لو محبة لزوجها، بس انا في قناعتي الشخصية لو بتحبه هتسيبه يتجوز. انا ده في قناعتي الشخصية. هاخد فاصل. اعبيك تقول اعبيك فكياس وحطك مش عارف فين وفين، بس ما فيش واحدة تانية تشاركني فيك. ناخد فاصل. بعد الفاصل، هل حقا امرأة واحدة لا تكفي؟ طيب اتفقنا واختلفنا عن هيعملها هيعملها، هذا قصدك؟ حاصل واقع وموجود في المجتمع، عايزين نغير النظرة. ايه الايجابيات اللي ممكن فعلا تقع على او تجنيها الزوجه الاولى، لما زوجها يتزوج عليها؟ اذا كان الزوج سعيد اللي هو عالي يا بنت الناس، انت ما انتش عارفه ان في الموضوع فيه ايجابيات، وشوفي وزي ما حضرتك قلتي في النهايه الخلع موجود، يعني انا لو ما عجبنيش الموضوع خلاص. اولا التعدديه مفيده للزوج والزوجه، سواء الزوجه الاولى او الزوجه الثانيه او الراجل، لان ربنا ما بيشرعش حاجه فيها ضرر لحد، ودي قاعده ثابته ما نقدرش نجادل فيها. بقى تقعد تقول لي لا ده انا كرامتي، لا ده انا هتعب، لا ده انا نفسيتي، الولاد هيتاثروا، كل ده كلام احنا بنقوله بثقافتنا الحديثه. لكن ربنا لما شرع هو درس كل الامور، عنده وعي بكل الحاجات. طبعًا. وهو شرعها لصالح الانسان. طبعا بالظبط كده. هي بقى تتجنب اصلا ان هو يدخل في التعدديه ازاي؟ انا بالنسبه لي المشكله الاكبر لوجود التعدديه في اي مجتمع عربي هي طريقه الاختيار الغلط من الاول للجواز. احنا بنختار بطريقه ساذجه، يعني واحده سنها كبر شويه، اوكي انا عايزه اتجوز في اي جواز. واحد طب شوفوا لي عروسه،
او يتجوزوا بالتنسيق. انا بقى دي اللي حدث عجيب، دكتور يتجوز دكتوره، مهندس يتجوز مهندس. أه. لو جات له مكتب تنسيق بالظبط كده، بنتجوز بمكتب التنسيق. فائده التعدديه، الراجل كل ما كان سعيد كل ما كان معطاء اكتر. وانت لو جوزك بسطك وكان بيغدق عليكي بمشاعره، انت فين الضرر اللي وقع عليكي؟ يعني طب انت ادي له فرصه بقى، هو عايز يتجوز تاني خلاص نسيبه ويتجوز. ما هي ما بتديش نفسها فرصه الزوجه الاولى لسبب، ما بتديش نفسها فرصه انه خلاص هو هيروح للبيت الثاني، النكد يشتغل، التليفونات تشتغل، العيال خربوا، العيال طفشوا من البيت. هذا اللي بيحصل، هذا اللي بيحصل زياده ويفضل عند الثانيه او ينكد على الثانيه، انه خلاص مضغوط بهم اولاده، هو مضغوط بهم اولاده. يعني فعلا مساله انه الراجل يكون اسعد دي مرهونه بانه الزوجتين متفاهمتين، او على الاقل هو عنده نوع من البرود هينفض للاولانيه ويعيش الحياه. بالظبط كده، هو ده اللي بيعمله. اصل الراجل اصلا بيتجوز الثانيه عشان يرتاح. فاذا كانت الاولانيه هتستمر في خط النكد، خلاص عيش انت بقى الخط مع نفسك وانا هبسط نفسي مع الثانيه. وحصلت مع كثير من اصدقاء زوجي، تزوجوا على زوجاتهم، وحصل كيف انه الزوجه الثانيه ترسل رسائل للزوجه الاولى تضايقها، تتصل بها في التليفون تقول لها زوجي مع زوجك معايا، وعلى اساس انه مش زوجها يعني، احنا بنتغدى مش عارف فين، احنا بنخرج فين، صوت الضحك قد ايش، خلاص البيت اكتلب نكد. انا حتى لو قبلتك في حياتي تكوني موجوده، هي كمان لازم تقبل. انت لازم تحترمي كينونه البيت الاول. الاثنين لازم يكون في بينهم قدر من التفاهم، ده لو عايزين التعدديه تنجح. ودي مشكله التعدديه في المجتمع العربي، ان طريقه تعامل البشر معاها الثلاث اطراف، الزوج والزوجه والزوجه الثانيه، فاهم الثاني مش فاهم بالظبط كده. يعني لكن لو الثلاثه فاهمين بالعكس، ده هتبقى حياه رائعه، مفيش اجمل من كده. انت عايزه ايه تاني؟ طيب واحد شايل واحده شايله نص الهم معاكي، والراجل كده كائن اصلا مليان حاجات كتير، لازم واحده ثانيه تشيل. برضه كمان بتشوف نظره المجتمع ليها، انت زوجك تزوج عليكي ليه؟ اكيد فيكي شيء مش صح، وده اللي بيبقى الغالب بيدفعها انها تقول لا خلاص، ما انتوا طالما حتى انا لو كنت قابله خلاص لا ثانيه ولا ثانيه. نفس القصه، الزوجه الثانيه برضو نظره المجتمع ليها ممكن تدفعها ان هي تستحوذ لغايه ما يطلع الاولانيه عشان ما تبقاش اسمها زوجه ثانيه. هدفي في موضوع التعدديه اولا ان الست، الكتاب ده موجه للست، ان الست سواء الاولى او الثانيه تستوعب فكره التعدديه بالشكل الصحيح. انا ما بخاطبش الراجل في الكتاب، يعني يخطأ من يتخيل اني لما بقول انا مقره بالتعدديه ان انا بفيد الراجل وان انا عايزه الراجل يبقى مبسوط. نيفر، انا عايزه الست هي اللي تفهم اكتر، تبقى مبسوطه ومرتاحه تتقبل الموضوع سواء الاولى او الثانيه وممكن احتياجاتي وانا شاب صغير في بدايه حياتي ورايح ارتبط بواحده، انا في العشرينات فهرتبط بواحده، رؤيتي واحتياجاتي انا، يعني هو مش دايما بتختلف طبعا من مرحله، يعني مش دايما سذاجه، مش هقول ان هو عشان في الفتره دي بيبقى ساذج فبيختار غلط. رجل الخمسين في اختيار غير رجل الأربعين غير رجل ال 20، احتياجاته مختلفه طبعا، بيبقى احتياجاته مختلفه بالظبط، احتياجاته بتختلف، بس ده مش هو المبرر للتعدديه. ما هو ممكن واحد يختار في ال 25 وتبقى هو بيكبر معاها وهي بتكبر معاه، يعني هي لو الماتيريال بتاعهم اصلا صح هما الاثنين هيكملوا مع استمرار العمر عادي. لكن انا ممكن اختار وانا في ال 25 بطريقه فكر سطحيه شويه، ده هينتج عنه فيما بعد تعدديه لما يوصل ال 35 ولا 40 هيبقى فعلا عايز يتجوز واحده ثانيه. لعلمك بقى الراجل ما بيفكرش في ان هو يعدد قبل 10 سنين من الجواز، يعني يقعد يقول حقيقة. البيت، الولاد، بلاش، استنى شويه، اصبر عليها، استحملها. بعد العشر سنين يديله كده 10 سنين في أي جوازة فاشلة من بدايتها، ما بيفكرش قبل العشر سنين، بعد العشر سنين بيتجوز وهو على قناعة أنه فعلا ما قدرش يكمل. الراجل بطبعه مش زي ما هم بيقولوا عينيه زايغة وغاوي، مش كده، ده مش حقيقي. أنا شايفة أن ده في تجني كبير جدا على الراجل، بالعكس الستات مزعجين، يعني طلباتهم كثير، زن، عايزه تخرج، عايزه تلبس، عايزه تسافر، عايزه تشتغل. يعني لما راجل يبقى مركز مع واحده ست لوحدها دي كفيله تجننه، فعشان يدور ان هو يجيب واحده ثانيه بقى فاق الجنان، هو اتجنن فاتجوز واحده ثانيه جابوا لنفسه. طب
عايزه يعني هي منطقه شائكه الحقيقه، انا مش عايزه اتكلم فيها بس مضطرين، انه دايما يتقال انه في مجتمعاتنا الشرقيه علشان ما بنعرفش بعض كفايه في فتره الخطوبه، ودايما بتبقى فتره تجمل وتزين، بيحصل دايما دايما بيحصل صدمه بعد الجواز، على عكس المجتمعات الغربيه اللي يمكن عاداتنا وتقاليدنا وادياننا ما بتسمح لناش ان احنا الناس بتعيش مع بعضها سنين ويخلفوا من بعض الأوجه، ويشوفوا بعض في تفاصيل يوميه في الحياه قبل ما يفكروا يتجوزوا. نحل المعضله دي ازاي علشان ما نبقاش لا احنا دخلنا بطيخه مقفوله ولا احنا فتحناها قوي بما لا يتفق مع مجتمعاتنا ومع ثقافتنا. بصي لو هنتكلم في الجزء اللي هو متعلق بالعلاقه الخاصه، احنا ما عندناش وعي فيه. بس على فكره هي الموضوع ما بتبقاش بس انه اصبح بينهم علاقه كامله، اثرها والله اثرها والله يا سينار بيجلس وقت طويل انه يا صحت يا خربت خلاص. ما ده اللي انا عايزه اقوله، ان القصه مش قصه، اصل برضو الناس بتفكرها في المجتمعات الغربيه يقول لك ايه دول بيبقوا عايشين مع بعض بس القصه ان هي عشان اقاموا مع بعض علاقه كامله او علاقه خاصه. لا، هم جربوا بعض في تفاصيل حياه يوميه، كيف لما بيتعصبوا وشافته هو عصبي وشافته هو عيان وشافها وهي مجرجره العيال، فخلاص هو واخدها وهو مقتنع تماما ان الست دي هي اللي هتكمل حياتها معاه. فازاي نعمل ده من غير ما نبقى خرجنا عن العادات والتقاليد والاصول؟ هو انا اصلا شايفه ان احنا في مجتمعنا العربي دلوقتي بقى في انفتاح بشكل غير طبيعي. انت النهارده شاب وفتاه لما بيتعرفوا على بعض كل قنوات الاتصال مباحه دلوقتي، في فيس، في واتس، في احلى صوره فايبر، في احلى عبارات وافكار بينزلها وبتنزلها على الفيس. بصي انا هقول لك على حاجه، ان الخداع القائم ما بين الرجل والمراه قبل الجواز ده في كل المجتمعات، واذا كنت بتقولي ان في المجتمعات الغربيه في تحرر اكتر لاندماجهم في ان هم يعيشوا حياه مع بعض قبل فتره الجواز، ده ما يمنعش ان في برضه تجمل، مش مفيش تجمل، هم ناس اصلا بطبيعتهم في رقي في التعامل. احنا بنتجمله في الفتره الاولانيه او بنتصنعه في الفتره الاولانيه مع اول مشكله بيظهر، بس انت ما تنكريش ان كل واحده فينا وكل واحد فينا على قدر من الذكاء ان هو يتلمس الاخر، يستشعره. يعني ما فيش شاب النهارده ما بيحاولش يحط بنت في موقف استفزازي، شوفها صوتها هيعلى ولا هتقل ادبها، هيخرج منها لفظ، ما تقوليليش ان ده ما بيحصلش. خلاص بقى في قدر من الذكاء الاجتماعي والفكري دلوقتي موجود بين الشباب غير عادي. يعني لما بدخل احاضر في محاضره الولاد بيعلموني اما اقف اشتغل معاهم واتكلم في حاجه خاصه الاقي لا ده هم ما شاء الله عدوا بكثير قوي. يعني حتى الكلام في العلاقات الخاصه اللي احنا النهارده بنتحسس قوي الواحد وهو بيجي يكتب يختار لفظ علاقه خاصه بدل علاقه جنسيه وهو متازم انه هم عادي بيتكلموا كده، الحياه بقت لانهم أسهل. ممكن يكونوا محتاجين الصراحه بين بعضهم البعض. خلاص خلاص هو اصلا ده الحواكي، ده الواقع، مش هجلس هجمل اللفظ وانا في الاخر هنصدم بواقع مختلف. شفتي انت قلتي ايه؟ هو ده بالظبط. الشباب دلوقتي في المجتمع العربي ما بقوش يعملوا زي ما هنقول جيلنا احنا قبليهم شويه، ان احنا بنتجمل، ما بقوش يتجملوا. البنت النهارده بتنزل احنا اصحاب، احنا متصاحبين، احنا متصاحبين، لفظ متصاحبين ده بقى اللفظ الاكثر شيوعا. صاحبي في المدرسه عيب يا بنت، ايه متصاحبين، ايه متصاحبين، ايه متصاحبين دي، ده كان لفظ صعب جدا يتقال. دايما من الدعوات اللي بتخلي يعني كتير كده بتطلع دعوات في المجتمع انه خلي الستات تسمح بالزيجه الثانيه، لانه نسبه العنوسه، المطلقات، الارامل في المجتمع كدور من ادوار التكافل الاجتماعي. الست برضه ما بتقبلش ده، يعني مش دي اللهجه اللي بتقنعها، لان تقول لك ايه ما يحلوا مشكلتهم بعيد عن جوزي، يعني هو خلاص جوزي اللي هيصلح المجتمع. فيعني ايه المدخل اللي ممكن ممكن كيف نقدر نعدل السلوك المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ اولا علشان الزوجه الاولى يتغير تفكيرها لازم تخف نسبه الانانيه، ودي حاجه صعبه جدا. الانانيه تمام، لان هي عندها جانب كبير من الانانيه، وانا جوزي يتجوز عليا ليه؟ انا معاه لوحدي والمفروض هو كمان يكون معايا لوحده. هو بقى كتابي انا بسعى فيه ان انا اقلل نسبه الانانيه دي، يبقى في موضوعيه شويه في التفكير. وضع شرط في عزيمه الجواز انه عدم التزوج عليها غلط اصلا. الشرط في القسيمه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. ده اللي عايزه اسال فيه طبعاً. انه ازاي ومع ذلك شرط ومتعارف عليه وبيقبل، هو اصلا ويستند الى الرسول عليه الصلاه والسلام لما علي بن ابي طالب كان عايز يتزوج على فاطمه فقال له لا،
انت بتتكلمي في احدى نساء العالمين يعني ما فيش مقارنه، ما فيش منها يعني ما فيش اصلا. دي مبالغه مفرطه، وده ان دل على شيء يدل على غرور المراه في العصر اللي احنا بنعيش فيه. انت بتتكلمي في سيده العالمين اللي هم اصلا يتعدوا على الصوابع ما فيش منهم. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما يتجوزش عليها عشان هو عارف ان دي سيده العالمين، ده حقها. وفي نفس الوقت الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كانت تعدد الزوجات في حياته بالظبط كده، هو لا يقطع امرا فيه تحريما الا بامر رب العالمين، ما فيش الافتاءات اللي بيجلسوا طبعا بالظبط. لا استاذه هبه شلبي اخصائيه الصحه النفسيه بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه كان في تشالنج في الـ في الـ في, الـ في الانترفيو ده، كان في تحدي. انا قلت لاسماء انا هخليكي بعد اللقاء يعني تطلعي تجوزي ثلاثه كمان غير يعني يا دوب ابدا ارتب لي اموري من الان. خلينا ناخد فاصل على ما تعمل مكالمه. فاصل قصير.